تسمعوا أخذ عطاء هو راديو سوريالي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخت وعطا، وبذكركم أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. فكرة الحرب وأحداثها بترتبط بذهن البشرية وتجربتها مع حالة فقدان الحياة والموت، وبيمتد أثر الحرب لأجيال عديدة عم تعاني من الأمراض والتشوهات الجسدية والنفسية، وبتعتبر المؤسسات الطبية والصحية إحدى أدوات الحرب الأساسية، وأحياناً كتيرة بتصير أداة للقتل من خلال تسييس الخدمات الطبية المقدمة للناس وإخضاع للرقابة الأمنية اللي بتمنع الناس من اللجوء إلها حتى لو كان الثمن فقدان الحياة. بالحرب الموت ما بيكون بس نتيجة مباشرة للإصابة، وما بيقتصر على الأفراد المنخرطين بالعمليات القتالية، وإنما بيتسع مع الوقت ومع طول أمد الصراع ليطال كل مكونات المجتمع من أطفال ونساء وشيوخ اللي بيشكلوا النسبة الكبيرة من المدنيين، اللي إما بيتم تبرير قصفهم بحجة تمركز المسلحين بيناتهم، أو بتتحول أماكن تجمعاتهم لمراكز لانطلاق العمليات العسكرية، وبالحالتين الثمن الكبير بيدفعوا المدنيين. المرافق الصحية وتوفر الخدمات الطبية بالحرب، والمخاطر اللي بتتعرض إلى المؤسسات والطاقم الطبي بالحرب وأثر هالشي على الناس هو موضوع حلقتنا لليوم. خليكن معنا. عم تسمعوا أخذوا عطاء على راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيكن من جديد، ومثل ما عودناكن خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع. شو بتعرف عن القوانين الدولية المتعلقة بمنع استهداف المرافق الصحية أثناء الحرب؟ هلا أنا بالضبط ما بعرف شو هو القانون اللي بينص على عدم استهداف المرافق الصحية، بس قريت إنه ممنوع استهداف المستشفيات مثلا خلال الحرب بين أي بلدين، يعني وبتحت أي ظرف، هو ممنوع استهداف المشافي والمراكز الصحية حتى المنازل، يعني أي هدف ما له عسكري فهو ما بصير استهدافه بوقت الحرب تحت أي ظرف من الظروف. يعني هلأ بتخيل القوانين الدولية هي يعني منع استهداف المراكز الصحية، المشافي، المدارس، المناطق اللي فيها المدنيين. برأيك شو هي المسببات المباشرة لتردي الوضع الصحي للناس بوقت الحرب؟ يعني بوقت الحرب كل شيء بيصير متردي، بيصير وضعه متردي، الاقتصاد، الصحة، السير، أي شيء بيصير وضعه بوقت الحرب متردي. بس السبب كمان الرئيسي إنه الوضع الصحي صار متردي أكتر هو استهداف المستشفيات، استهداف المراكز الصحية. كمان فينا نقول العقوبات الاقتصادية اللي انفرضت على سوريا بعد بداية الحرب كمان هي من الأسباب اللي أدت لتردي الوضع الصحي، لأنه ما عاد في كتير دواء، ما عاد فينا نساوي صيانة للأجهزة الصحية اللي عنا، فكمان هي ساهمت إنه يتردى الوضع الصحي للعالم أو للناس بسوريا. مسببات هي القصف والحصار، الحصار يلي بيمنع دخول المواد الغذائية، المواد الصحية. بعام 1859 بإيطاليا وقعت معركة سولفارينو الدامية بين الجيش الإمبراطوري النمساوي والاتحاد الفرنسي السرديني. المعركة خلفت ما يقارب 40,000 ضحية بالميدان بين قتيل وجريح، وعانى فيها الجرحى من نقص الرعاية الطبية. الحادثة الفظيعة دفعت الشاب السويسري هنري دونان لتنظيم مجموعة من الأفراد المحليين لتضميد جراح الجنود وإطعامهم والعمل على راحتهم. بعودته لجنيف نادى بإنشاء جمعية وطنية للإغاثة بتهدف لمساعدة جرحى الحرب تحت مسمى اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى، واللي تطورت لتشكل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. معركة سولفارينو تبعها حرب عالمية أولى وثانية،
خلفوا ملايين من القتلى والجرحى والمشوهين نتيجة عدم تحييد المدنيين وعدم التزام الدول المتصارعة بالمبادئ الإنسانية اللي بدأت بالانتشار على نطاق واسع بالعالم، واللي نادت بضرورة وجود قواعد قانونية ملزمة للدول حتى أثناء الحرب والصراع، خاصة مع ظهور الطفرة الحقوقية والقانونية بالعالم اللي أسست للقانون الدولي الإنساني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبيتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد اللي بتهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص اللي ما بيشاركوا فيها أو اللي بياخدوا قرار التوقف عن المشاركة بالأعمال العدائية، بالإضافة لهدفه المتعلق بتقييد وسائل وأساليب الحرب. بمعنى آخر، بيسعى القانون الدولي الإنساني لتوفير الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النزاعات المسلحة من خلال مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية اللي بتتعلق بحماية المرضى والجرحى والمنكوبين، سواء على الأراضي اللي بتشهد صراع أو بالبحار، وخاصة أسرى الحرب والأشخاص المحتجزين الآخرين، بالإضافة للمدنيين والبنى التحتية اللي بتقدم خدمات عامة. إلا أنه النهضة الحقوقية اللي حققها العالم بعد الحربين العالميتين واللي وسعت وطورت أدوات احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وبحسب الأحداث الحالية اللي عم يشهدها العالم اليوم أصابته انتكاسة وتراجع كبير كتير بالالتزام فيها، إلا أنه الأسوأ عم يحدث من خلال استخدامه ذريع على قصف المدنيين واحتلال دول تانية مثل ما صار بالعراق واليوم عم يصير بسوريا. فاصل ومنرجع. هل برأيك قدر النظام الصحي بسوريا يعمل بحيادية ويقدم خدماته بطريقة متساوية وشفافة لكل المواطنين؟ أكيد القطاع الصحي بسوريا ما كان عم يشتغل بحيادية طول فترة الحرب. يعني بسمع كتير عن عمليات قتل بالمشافي لمعتقلين أو لمقاتلين للمعارضة بالمشافي اللي تابعة للنظام. أكيد النظام الصحي ما قدم خدماته بشكل حيادي، يعني ما في شيء حيادي هلأ بسوريا، يعني بالذات بالمناطق اللي هي خاضعة أو الخدمات الحكومية اللي بيقدمها النظام، يعني مثل هو مو النظام بيقدمها لازم بس يعني الحكومة بس هلأ هو هيك. أكيد ما تقدمت الخدمات بطريقة متساوية. ما كتير عندي معلومات عن المناطق اللي هي تحت سيطرة المعارضة، بس بتوقع إذا كان مشفى مثلا مثل مشفى القدس اللي استهدف بتوقع كان رح يقدم خدماته لكل العالم بطريقة متساوية، لأنه هو برعاية منظمة دولية، بس ماني متأكد أكيد يعني إنه هيك كان رح يصير. لا، ما بتخيل النظام الصحي بسوريا كان حيادي أو كان يشتغل بشفافية مع المواطنين. شو يلي بتعرفه عن الأضرار اللي تعرض إلى النظام الصحي بسوريا أثناء الحرب؟ ما عندي معلومات نسبية عن نسبة قديش مثلا تضرر النظام الصحي بسوريا، بس اللي بعرفه انه كل المناطق اللي خرجت عن سيطرة النظام هي المشافي فيها صارت واقفة، يعني وصار في بدالة مشافي ميدانية بتدعمها منظمات عالمية مثل منظمة أطباء بلا حدود. بالمناطق اللي هي تحت سيطرة النظام كمان كان في أضرار اللي هي متعلقة بالعقوبات الاقتصادية، متعلقة مثلا بمعامل الأدوية اللي كانت هي بمناطق صراع ما عاد أنتجت أدوية، مثل ما أن الصيانة ما عاد في صيانة، إذا كانت الأجهزة الطبية مثلا من أوروبا فما عاد في إلى صيانة. بتوقع هاي كمان يعني تردد بالطرفين، بالطرف اللي تحت سيطرة النظام وبالطرف اللي تحت سيطرة المعارضة. الأضرار كانت مثل قصف المشافي اللي بمناطق خارج سيطرة النظام. من بداية الأزمة وانتشار الحراك السلمي بسوريا، وبحسب كتير من المصادر، تم تسييس القطاع الطبي الحكومي من مؤسسات وموارد بشرية واعتباره واحد من المرافق المساهمة باستهداف المجتمع السوري وإخماد الحراك، الشيء اللي شكل صعوبة وخطر على الناس للجوء للمشافي لتلقي العلاج من الإصابات أو الأمراض المزمنة أو حتى الطارئة. هالسياسة الممنهجة كانت بكتير من الأحيان مفروضة بشكل إجباري على الطاقم الطبي، واللي تعرض بكتير من الأحيان للاعتقال والقتل بالحالات اللي رفض فيها انتهاك قدسية تقديم الخدمة الطبية بشكل محايد.
وبالوقت نفسه مع خروج عدد كبير من المناطق والمدن عن سيطرة النظام، تم إنشاء مراكز طبية حاولت قدر الإمكان تقديم خدمات طبية بديلة للمجتمعات المحاصرة واللي تعرض كادرها الطبي بدوره للملاحقة والاعتقال والقتل. ومع طول أمد النزاع وخلال أكثر من 5 سنين من العمليات القتالية، تأثر النظام الصحي بشكل كارثي ولحقت أضرار كبيرة بالمرافق الطبية والبنية التحتية من مراكز صحية ومستشفيات وشركات تصنيع الأدوية، إضافة للنزوح وهجرة وقتل عدد كبير من الكادر الطبي. وبحلول نهاية عام 2015 بحسب الدراسات وصل عدد الجرحى 1,800,000، ويقدر نسبة من تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوه نتيجة النزاع حوالي 12% من عدد السكان المقيمين داخل سوريا. أما بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية واللي بتعتمد بدراساتها على 3 معايير لتقييم خدمات المؤسسات الطبية بسوريا، وهنن القدرة على الوصول للمراكز الطبية ومدى كفاءة الخدمات المقدمة وجاهزيتها لتقديم الخدمات اللي بيحتاجوها المراجعين، أشارت هالتقارير بأن القدرة على الوصول متوفرة بنسب كتير متفاوتة بين منطقة وأخرى تبعاً لتأثرها بالحرب الدائرة، وأنه أكثر المناطق استقراراً هي طرطوس تتبع اللاذقية والسويدة ودمشق، بينما تعتبر المناطق الثانية وأولها حلب أسوأ المناطق بتقييم المعايير المعتمدة من ناحية الخدمات الطبية، إضافة طبعاً لدرعا وريف دمشق والحسكة ودير الزور والقنيطرة وحمص، وخاصة الأجزاء الخارجة منها عن سيطرة النظام. أما الكفاءة والجاهزية واللي تعتبر من المعايير المتعلقة بجودة الخدمة الطبية، فتم تسجيل تراجع واضح لهم بأغلب المناطق اللي دايرة فيها الحرب بسبب القصف المباشر للبنى التحتية الطبية ونزوح وهجرة السكان ومقتل عدد كبير من الموارد البشرية والعاملين بالسلك الطبي، بالإضافة لتعطل الأجهزة الطبية وعدم توفر المعدات اللازمة لصيانتها وموارد الطاقة اللازمة لتشغيلها، ما عدا استهداف المنشآت الدوائية اللي أثرت على عدم توافر الأدوية والمواد العلاجية بأغلب المناطق. وتعتبر حلب ودرعا وريف دمشق ودير الزور الأسوأ في التقييم، بينما منشهد تقييم أفضل بمناطق أخرى بتتمتع بقدر من الاستقرار مثل طرطوس واللاذقية ودمشق والسويدة. بحسب تقرير منظمة أطباء بلا حدود الصادر بتاريخ 28 نيسان عام 2016، أن الوضع بمدينة حلب وخاصة على خطوط جبهات النزاع حرج جداً، وأفاد التقرير بأنه ما يقدر ب 250,000 شخص بالمدينة شهدوا ارتفاع هائل بمستويات القصف والقتال والموت خلال الأسابيع الأخيرة، وما بقي غير طريق واحد مفتوح للدخول والخروج من المناطق التي لا تقع تحت سيطرة الحكومة، وفي حال تم قطعه راح تصير المدينة محاصرة بالكامل. وتفاقم الوضع سوءا خاصة بعد قصف وتدمير مشفى القدس من قبل النظام السوري. المشفى المستهدف بضم 34 سرير بقدم خدمات متعددة، منها غرفة طوارئ ورعاية التوليد وقسم عيادات خارجية وقسم داخلي ووحدة رعاية مركزة وغرفة عمليات، وبتألف طاقم الطبي من 8 أطباء و28 ممرض بدوام كامل، ويعتبر المشفى مركز الإحالة الرئيسي لطب الأطفال بحلب. وأدى قصف المشفى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخص من بينهم طبيبين على الأقل، منهم طبيب الأطفال الوحيد المتبقي بالمنطقة. وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الأخير تعرضت عدة مرافق طبية للهجوم والتدمير بمدينة حلب، وقتل 5 من عمال الإنقاذ بالدفاع المدني السوري. اليوم مناطق كتيرة بسوريا معرضة ما بس للموت، إنما للموت البطيء والموجع، وناس كتير محرومة حتى من حق الموت بكرامة. كل هالشي عم بيصير بانتهاكات واضحة لكل الأعراف والقوانين الإنسانية الدولية بدون مراقبة ولا محاسبة وبقليل كتير من الإدانة. بالحرب كل شي بيتحول لسلاح والكل بيتواجه كأنه عدو، حتى أكثر المهن قداسة بالعالم تتجير على أنها تهمة. وللأسف قدرت الأنظمة تلاحق كل شخص قرر أنه يكون حيادي بهالحرب وتجرمه بالاعتماد على قوانين جديدة بتصب ضد مصلحة الإنسانية، منها قانون الإرهاب بسوريا واللي أدرج بالمادة 4 منه تقديم الخدمات الطبية كجريمة تحت تهمة التمويل. بنهاية حلقتنا أصدقائي، أنا بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم بحلقة جديدة من أخذ وعطى الأسبوع الجاي. لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي.com، وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود، وولفوا علينا FM. من هون للأسبوع القادم كونوا بألف خير وسلام.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016.